أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن عدوهم. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: فائدة علم الأصول. السيد الشهيد يريد أن يبين النقطة الثالثة من نقاط مدخل علم الأصول في هذه المقدمة. يريد أن يقول سيد الشهيد يريد أن يقول: نحن سابقا قلنا بأن علم الأصول هو عبارة عن قواعد، هذه القواعد فائدتها تظهر في مقام الاستدلال لإثبات الأحكام الشرعية. شلون يعني؟ يبدأ بمقدمات السيد الشهيد حتى يبين، يقول: أولاً احنا قلنا سابقاً علم الفقه شنو معناه؟ هو العلم الذي يثبت الأحكام الشرعية إثباتاً استدلالياً. كل حكم شرعي الفقيه عندما يريد أن يثبته، شلون يثبت هذا الحكم الشرعي؟ راح يثبته إثباتاً استدلالياً، مو إثباتاً حسياً، مو إثباتاً وجدانياً، مو إثباتاً عبثياً، لا إثبات استدلال بالاستدلال، يسوي قياس استنباطي صغرى وكبرى ويحذف الحد الأوسط ويطلع شنو النتيجة؟ نتيجة معينة. هذا الاستدلال يحتاج إلى قواعد عامة. هذه القواعد العامة تعتبر الركيزة الأساسية للاستدلال. هسه أنت لما تريد تستدل على إثبات مطلب معين، على سبيل المثال تريد تثبت بأن كل إنسان يموت، واضح؟ تريد تثبت بأن زيد يموت، شو تسوي؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. راح تجيب صورة تقول زيد إنسان، وهاي الصورة يقينية، ثم تقول أن كل إنسان يموت، تحذف الحد الأوسط اللي هو الإنسان، راح تنزل الصورة اللي هو زيد وتنزل الكبرى بأنه شنو يموت، فتطلع عندك نتيجة يقينية. زين، هاي القواعد من جبتها؟ القواعد العامة من جبتها بالاستدلال؟ هاي مال زيد يموت، ترى هاي يعني أساس المادة مو منطقية. لا، احنا عندنا قاعدة اعتمدنا عليها اللي هي قواعد الاستدلال، قياس من الشكل الأول، صحيح؟ قاعدة القياس من الشكل الأول منطقية، تدخل فقط وفقط في هذا الاستدلال لو في جميع الاستدلالات. ها، واضح؟ اللي هو شنو قاعدة الاستدلال من الشكل الأول؟ تأخذ الحد الأوسط موضوعاً في الصورة، محمولاً في الصورة، موضوعاً في الكبرى، ثم تحذفه وتنزل النتيجة، صحيح؟ هاي القاعدة اللي يسمونها القياس من الشكل الأول، جبتها منين؟ من علم المنطق. فأستطيع أن أستدل بها على جميع المطالب، سواء كان شنو زيد يموت، أو سواء كان شنو علي إمام، أو محمد النبي، أو ما شابه ذلك. فهنا أنا من أريد أثبت الأحكام الشرعية أحتاج في مقام الاستدلال حتى أثبتها إثباتا استدلاليا إلى قواعد عامة كبرى، قواعد عامة. وهاي القواعد العامة اللي أستند عليها وأخليها ركيزتي بمن؟ بالاستدلال، ما مختصة بكتاب الصلاة، ولا مختصة بكتاب الصوم، ولا مختصة بكتاب الحج، ولا مختصة بكتاب المعاملات، وإنما أريدها تدخل في عمليات الاستنباط في مطلق الأبواب الفقهية. أريدها شلون؟ قواعد المنطقية نفس الشيء، تعطيني دور علم المنطق، بس دور علم المنطق مو عام، دور علم المنطق بالنسبة إلى علم الفقه فقط، واضح؟ مين أجيبها؟ أجيبها من علم الأصول. السيد الشهيد حتى يبين لك هاي المسألة راح يقول لك: إحنا عندنا قواعد
للاستدلال، بس هاي القواعد خاصة كتاب معين. هاي القواعد الخاصة اللي أستطيع أن استنبط بها حكم شرعي في باب فقهي معين أسميه عنصر خاص، قاعدة خاصة. هاي مرة تكون فقهية، قاعدة فقهية، ومرة تكون قاعدة رجالية، ومرة تكون قاعدة درائية، ومرة تكون قاعدة لغوية، كلهم بحسبه. هاي مو عناصر، مو قواعد أصولية. وعدي قواعد عامة مثل صيغة افعل، صيغة لا تفعل، قاعدة الطبيعي المفهوم، قاعدة الإطلاق أو العموم، قاعدة حجية كبرى حجية الظهور، ذن القواعد الأصولية. أو السيرة العقلائية، سيرة المتشرعة، الإجماع، وما ذن القواعد الأصولية. فإذا علم الأصول هاي فائدته، يزود عملية الاستدلال الفقهي بالقواعد العامة لعملية الاستنباط. وكلما تطورت هذه القواعد راح يتطور الاستنباط، وراح نستنبط أحكام شرعية بشكل أدق، بشكل أدق. واضح؟ فإذا طلعنا اليوم مثلا موضوع مستحدث، راح يجي يقول شنو دليلكم على هذا الحكم؟ على أي قاعدة أصولية أنتم استنبطتوا هذا الحكم؟ فإذا ماكو قاعدة معينة ماكو استدلال، يعني الحكم يكون باطل. واضح؟ اللي أثبتناه ما خاضع الموازين الاجتهاد أصلاً. شلون أثبتت أنت يا فقيه؟ تعال شنو دليلك لما أثبتت هذا الحكم؟ راح يقولهم على القاعدة الأصولية الكذائية، هاي هذا دليل. أو يجيب رواية ينقضونها إلى قاعدة أصولية. واضح لو واضح؟ فلذلك إذا علم الأصول يزود عملية الاستدلال الفقهي، عملية الاستدلال الفقهي بعناصر مشتركة، عناصر عامة تدخل في عمليات استنباط الأحكام الشرعية في مختلف الأبواب الفقهية، عبادات، معاملات، حدوديات، تعزيرات وما شاكل ذلك، بالفعل أو بالقوة، يعني إما بالفعل هي دخلت وإما لها شأنية الدخول. هاي الفائدة مع العلم الأصول، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.